وداعاً لتعقيم الأسطح. أدلة حاسمة حول انتقال كورونا. بحث علمي جديد يقلب المعايير حول انتقال الفيروس. وفقاً للتقييم الجديد الذي نشره الباحثون في مجلة لانسيت الطبية العريقة، أوضح خوسيه لويس جيمينيز الكيميائي في المعهد التعاوني للأبحاث في العلوم البيئية CARE وجامعة كولورادو الأمريكية وأحد المشاركين في الدراسة، الأدلة التي تم جمعها حول انتقال العدوى عن طريق الجو ساحقة، بينما الأدلة التي تدعم انتقال القطيرات الكبيرة تكاد تكون معدومة. كما دعا منظمة الصحة العالمية ووكالة الصحة العامة الأخرى إلى تكييف وصفها لانتقال العدوى مع الأدلة العلمية الجديدة، بحيث يتم التركيز على الحد من انتقال العدوى عبر الهواء. استبعاد تلوث الأسطح. كذلك استشهد الباحثون أيضا بعمل يوضح انتقال الفيروس بعيد المدى بين الأشخاص في غرف مجاورة في الفنادق، أي بين ناس لم يتواجدوا مع بعضهم. في المقابل لم يجد الخبراء أي دليل على أن الفيروس ينتشر بسهولة عبر قطرات كبيرة تسقط بسرعة في الهواء وتلوث الأسطح. وفي هذا السياق قالت ريش غرينهالغ من جامعة أكسفورد المؤلف الرئيسي للدراسة، هذا العمل الجديد له آثار خطيرة على تدابير الصحة العامة المصممة للتخفيف من الوباء. أولا، ينبغي إعطاء تدابير الوقاية من القطرات مثل استخدام المطهرات وغسل اليدين وتنظيف الأسطح تركيزا أقل من تدابير الوقاية من العدوى المحمولة في الهواء مثل وضع الكمامة، والتي تتعامل مع استنشاق الجسيمات المعدية العالقة في الهواء. كما أضاف قائلا، إذا كان الفيروس المعدي ينتقل عبر الهواء في المقام الأول، فمن المحتمل أن يصاب شخص ما عندما يستنشق الهباء الجوي الناتج عندما يسفر الشخص المصاب أو يتحدث أو يصرخ أو يغني أو يعطس. لذا فإن إجراءات التحكم المحمولة تشمل التهوية وتنقية الهواء وتقليل الازدحام ومقدار الوقت الذي يقضيه الأشخاص في الداخل وارتداء الكمامة في أي مكان في الداخل والاهتمام بجودة الكمامة وملائمتها واتخاذ أعلى معدات الحماية الشخصية الخاصة بالرعاية الصحية للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم اتصالا بأشخاص يحتمل أن يكونوا معدين.